matin, في غنية شو بتقول؟ ce matin à la fin as-tu un chasseur. نفسنا نيجي قوي المغرب، نفسنا نكون موجودين في المغرب دلوقتي بجد. شفتني المغرب وحشتني وحشتني، الله يلعن ابو كورونا. الربح الأكبر هو وجودنا في ليلة جميلة كلها اهتمام بالفن والثقافة والفنانين. هذا الكم من التقدير لا يسعني إلا أن أقول شكرا لهيئة الترفيه، شكرا لكل إنسان يقدر المبدعين باش يعطيوا أكثر وأكثر. هذه الدفعة من الجوينس ومن الحب والمحبة إلا ما غتعطي نتائج فنية تثري وتغلي الساحة الفنية العربية لما لا العالمية. تجمع في لحظة واحدة كم الهائل من الفنانين شيء مش سهل. أنا مقلة في الحضور في مناسبات كهذه، فلأنه أنا كنت بغي نفضل ظهوري يكون في المسرح، لكن بصراحة حفل بحال هذا المفروض ما يتفوتش. أنا ندمت أنه فوت أول سنة وثاني سنة، ولكن هذا العام قلت لا غادي نجي، وسعيدة جدا أنني جيت لأن هذا الكم من الجمال يعني نادر الوجود. أنا فخورة كواحدة من هذا الوطن الكبير أنه يكون في وطننا العربي تظاهرة فنية بهذه القيمة وبهذا الحجم وبهذا الاهتمام. متى في غنية شو بتقول؟ ce matin à la fin as-tu un chasseur. موجود ومبسوط. صح؟ شتتي لي افكاري، شتتي لي افكاري. لا نحن كثير مبسوطين، التنظيم روعه، يعني ايفنت عالمي الحقيقه، حكي مش مثل الشوفي. فبالتوفيق والشكر للكل، يعطيكم الف عافيه. سعيده طبعا بجوي اوورد، مش اول مره لكن يمكن ثالث او رابع مره. دايما بنبهر بكل التطور والاحداث والانترتينمنت اللي بنشوفها، ببقى سعيده جدا. ببقى سعيده انا بشوف كل زميلاتي وزملائي والفنانين كلهم من الوطن العربي. طبعا تواجد المره الثانيه في هذا التظاهر، انا اشوف الفنانين واشوف اللي بنشوفهم على التلفزيونات وفي السينما واشوفهم على الحقيقه. مبسوط جدا ان انا حاضر في جوي اوورد، مهرجان كبير جدا ومحترم وراقي، وانا مبسوط ان انا موجود في وسطيهم، ومبسوط ان انا دايما بتعزم في جوي اوورد، وده شيء مشرف. يعني انا بشتغل باسلوب الهاوي مش المحترف، رغم ان انا محترف بس انا دايما بشتغل باللي بحس بيه. يعني انا لما بحس ان الحاجه دي كويسه من جوايا بروح اعملها، لما ما بحسش ببعد، حتى لو اختفيت بالسنه. انا بقى لي 3 سنين ما نزلتش رمضان، فالسنه دي ان شاء الله هتشوفوني في رمضان باذن الله. انا سعيد جدا اني اشارك بهالمهرجان العربي العالمي، كل سنه عن سنه ان شاء الله، والحمد لله عم نشوف احلى واحلى واحلى. تحياتي للمملكه، ميرسي على هذا الدعوه الكريمه، وان شاء الله يا رب دائما دائما بنشوف الجديد بالسعوديه. من المملكه السعوديه للمملكه المغربيه، مشتاقه لك. المملكه المغربيه وحشتني، المغرب وحشتني وحشتني، الله يلعن ابو كورونا. وان شاء الله قريبكم معكم بالمغرب مع جمهوري هونيك الحبيب الغالي قلبي كثير. صحيح، انت عندك شعبيه كبيره عند الجمهور. اهلنا وناس ربينا سوا. صح. صح. رساله للجمهور. ابدا، بحبكم من كل قلبي، شكرا كثير. مبسوطه، و يعني الاجواء مبهجه جدا، في جو لذيذ، في ضيوف من العالم. الحقيقه انا النهارده فرحانه جدا باسم عظيم انتوني هوبكنز، يعني ده معشوقي استاذي في التمثيل، جينيفر لوبيز، وفي مفاجاه عظيمه من مصر النهارده. يعني النهارده يوم مميز جدا. انا وايد سعيده باني انا متواجده في هذا الحفل الاضخم على مستوى الوطن العربي، سعيده باني انا قاعده اشارك ايضا كل الناس المترشحه لجوائز، وان شاء الله اقول الله يوفق الجميع، ومبروك مقدما لكل الناس. سعيده بهذا التطور الكبير اللي قاعد يصير، سواء كان على مستوى جوي اووردز او حتى الرياض والسعوديه بشكل عام. تطور هائل، مبهر،
يخلينا دائما يعني نحلق يعني في شيء اسمه خيال صراحة، فاللي نشوفه شيء حلو ومنها للأعلى إن شاء الله. جوي أوردز دي ثالث مرة تعمل المهرجان، والمرة دي تنظيم حلو قوي وأهل السعودية كلهم بيرحبوا بينا جدا وبكل الدول، ومفيش حاجة بجد تقال. انت شايفة الحلاوة اللي في الموضوع بجد، ايه احساسك؟ انا دي مش اول مره اجي السعوديه طبعا، بس اول مره احضر جويا ووردز، فانا كنت بسمع عنه كتير وسمع قد ايه هي حاجه بيرفكت ومنظمه وكل ده، بس بجد بجد اتفاجئت بكل حاجه، كل حاجه حلوه قوي. وزي ما نور بيقول الناس هنا سو فاميليير، بيرحبوا بينا قوي كاننا يعني مصر والسعوديه اللي هو كده كاننا عايشين مع بعض من زمان، فبجد بحس ان احنا عارفين كل الناس هنا وكل الناس عارفانا وموضوع فاميليير قوي، فدي حاجه حلوه. نفسنا نيجي قوي المغرب، نفسنا نكون موجودين في المغرب دلوقتي بجد.